كل أسواق مليانة حريم وانت لابس لهاف في وسط الناس يا أخي. استح استح استحي يا أخي استحي. الهاف البسوف يمكانه بتسوي رياضة بتروح ما أما في مكان عام أمام العالم والعوائل ولابس لهاف. يا ريت سيقانك حلوة على الأقل ذنب على شيء يسوى. كيوي كيوي تعرف الكيوي من شعر بس عاد. الشباب اللي بيروحون للأعراس وبيتكشخون وبيتهندمون بغيتوا أضبطكم بعود أول ما تدخل من الباب يشمك آخر مصلي. بغيت يهابك الكل وانت داخل إلى خيمة العرس ومتكشخ ومتضبط. يا أخي الترند الترند في عود ميلانو الشهير البراند العالمي عاملين لك هذا الثنين خرافي. هذا بورمي تعرف ان كمية العود اللي موجودة فيه اكثر من الدهن نفسه. وهذا العود الهندي اثنين فواحين قويين ثبات وعاملين عليهن عرض حاليا. اذا بغيت تلحق هذا سعره السابق كان ب 77 ريال تخيل الحين فقط ب 28 فترة العيد. وهذا كان ب 89 الحين ب 28 و300 بس. شيء صدقني وان بغيته في بوكس يضبطوك بالبوكس مرش ومعاه الدهن ماله. كب الشر ولا تناقش وتوكل على الله. يا عشاق العود يا عشاق ادهان ومرشات العود الفخمة هذيل من كل انحاء العالم يجيك دهن قوي واللي فوقه مرش نفس الدهن بالضبط. كمية العود اللي موجودة في الغرش هذه اكثر من الكحول نفسها. من وين جاتك؟ من عود ميلانو الشركة الشهيرة اللي بدلت العطور الغربية خلتها الى عربية بحتة. طبعا قدامكم هذا اللاوسي الفخم وقدامكم هذا الكمبودي الاندونيسي البورمي وايضا الفيتنامي والهندي. كل هذه المجموعة عاملين عليها من 50 إلى 70% فقط لفترة محدودة. هذا من رب العالمين. شوفوا قدامكم الزبد يطلع من الشجرة نفسها ترى مو حاطين في عود. لا لا رباني هذا العود الكلكاسي القوي عود الشيوخ من تحطه في مجلسك ويدخل عليك ضيفك يشمه من باب البيت. شوف التحية اللي بيعطيك إياها. الأوقية اللي قدامكم هذه كانت 240 الحين حاليا فقط ب 90 ريال فترة العيد. وإن بغيت السيوفي هذا الثمن من السيوفي وسجاب الأبوه السيوفي كان ب 630 الحين فترة العيد فقط الثمنه ب 315. يكون في علمك وفي علمش. اللي بتشوفوه قدامكم هذا كله معتمد مع أعلى المعايير الأوروبية. منتجات العناية بالجسم يا جماعة جذابة لدرجة ما منعشة جدا. إذا خلص هذا بترجع تشل الثاني والثالث وانت رايح. الرياضيين الرياضيات اللي يريد يعتني بجسمه بلوشنات أيضا جميلة. هذول كل اللي قدامكم لوشنات للعناية بالجسم. ومثل ما نعيد ونكرر معتمدة مع أعلى المعايير الأوروبية بي العالمية من عود ميلانو. في صلالة ما عنده إلا فرع واحد بعدين فرع الوحيد نهاية شارع السلام مرة بجنب سوق الذهب الجديد. هذا هو فرع الوحيد وعنده فرع واحد في نزوة جراند مول وعنده فرع في سيتي سنتر السيب وسيتي سنتر القرم وسيتي سنتر صحار. عود ميلانو بحط لكم أرقامهم وتوكلوا على الله.